احنا توسعنا في المنافذ عشان نوفر كل السلع لكل الناس باسعار منخفضه نسبيا. ويمكن كان في اجتماع امبارح، اول اجتماع للجنه الازمه اللي تم تشكيلها عشان متابعه، زي ما كان عندنا لجنه لكورونا بقى عندنا لجنه لمتابعه الازمه الروسيه الاوكرانيه، واجتمعنا مع كل الوزراء المعنيين هذه المره وشددنا على الرقابه على الاسواق لمنع تخزين السلع او اخفائها. اجتمعنا مع الغرف التجاريه عشان نضمن ان يبقى السعر اللي موجود هو السعر العادل، وباكد عليها ما يكونش هناك مغالاه ولا استغلال للظروف ان يكون هناك مغالاه في الاسعار. ولكن ايضا يمكن عشان ده كان برضو نقطه مهمه، ان احنا كل سنه وكل مصر كلها والعالم الاسلامي بخير، احنا داخلين على شهر رمضان، وكان المخطط ان نبدا معرض او كل الاحتفاليات والمعارض الخاصه باهلا رمضان اللي بتشهد يعني توفير السلع باسعار مخفضه، كان اللي احنا المفروض هنبقى على يوم 24 ان شاء الله. ولكن مع السيد وزير التموين تم الاتفاق ان احنا هنبدا اعتبارا من الاسبوع القادم، نهايه الاسبوع القادم في المحافظات ثم في القاهره الكبرى، بحيث نبدر حتى توفير هذه المعارض للمواطنين عشان ياخدوا السلع باسعار مخفضه ان شاء الله، وهتبقى موجوده طوال شهر رمضان. احنا زي ما باكد مره اخرى ان احنا حتى موضوع القمح، احنا النهارده صحيح ان كنا في وقت من الاوقات، يعني انا عايز بس اقول حاجه مهمه جدا، ودي كنقطه استباقيه، ويمكن دي كان عدد كبير مواطنين كان بيسأل دايما، انتوا بتعملوا المشروعات القومية الضخمة دي ليه؟ انتوا رايحين عمالين تقولوا احنا بنعمل استصلاح ل 2 مليون فدان وبنطور وبنعمل وبنصرف مئات المليارات، ده حقيقي. لكن خلينا النهارده، ودي كانت يعني رؤية القيادة السياسية، ان احنا كل ما نبقى قادرين على توفير بأكبر قدر من الإمكان احتياجاتنا الذاتية، كل ما هنبقى مؤمنين ضد هذه المخاطر العالمية. احنا السنه اللي فاتت كان النسبه اللي كانت منزرعه من القمح كانت 3.2 مليون فدان، السنه دي 3.6 مليون فدان، يعني زاد 400,000. دي كلها غالبيتها في الاراضي الجديده اللي الدوله استصلحتها، واللي كانت توجيهات سياده الرئيس نصارع الزمن في الاسراع بدخول هذه الاراضي لخدمه وانها تزرع. فاحنا النهارده بقى عندنا 400,000 فدان جداد النهارده اضافوا على رقعة زراعة القمح. وبدل ما كنا بنستهدف، ودي يمكن النهاردة هيتكلم فيها السادة الوزراء، احنا كنا السنة اللي فاتت كنا قدرنا نجيب 3.5 مليون طن قمح من السوق المحلي. كانت الخطة قبل الأزمة ان احنا نستهدف 4 مليون طن، لكن النهاردة احنا ناقشنا كحكومة ان احنا ان شاء الله لن يقل واستهدافنا من السوق المحلي بمجموعة من الحوافز اللي هتعلن في خلال الأيام القليلة القادمة، إن إحنا نستهدف إن إحنا نجيب من السوق المحلي ما بين 5 إلى 5.5 مليون طن. عندنا القدرات التخزينية ليهم من خلال مشروع الصوامع اللي برضو كانت القيادة السياسية والدولة قالت لازم نتوسع في حجم الصوامع اللي موجودة عشان نؤمن أكبر رصيد من القمح عشان نخزنه هو والسلع الرئيسية. فالسنة دي أنا بقولها إحنا الحمد لله مزروع 3.6، وإن شاء الله السنتين القادمين هيشهدوا دخول أكتر من 1.5 مليون فدان تانيين. فلنا أن نتخيل أن بإذن الله مصر ماشية بخطى قوية جدا وواثقة نحو تأمين أكبر قدر من احتياجاتنا من السلع الرئيسية، عشان شفنا هو النهاردة الأزمة الكبيرة اللي العالم كله واقع فيها، فكل ما هيبقى عندنا القدرة على تأمين احتياجاتنا الذاتية كل ما هنبقى في مأمن من أخطار الزيادات اللي بتحصل على مستوى أسعار في العالم كله. إنما إحنا لم نتوقف، صحيح ان احنا كنا قبل كده المصدر الرئيسي للقمح بيجي من روسيا واوكرانيا، ولكن احنا بالفعل بدانا خلاص النهارده بننوع كل اماكن اللي هتبقى لاستيراد الاقماح في الفترات المستقبليه، وده بالفعل موجود، ويمكن من دول اخرى عديده احنا بناخد، وبالتالي احنا بنؤمن دائما ان يكون عندنا اكتر من مصدر للاقماح، مش فقط تبقى قاصره على دول بعينها. انما زي ما بقول لحضراتكم احنا النهارده مستهدفنا على الاقل ان نجمع من ان شاء الله من الموسم المحلي 5 مليون، ويمكن هدفنا باذن الله نطمح انه يبقى اكتر من كده. هيبقى وده اتفاق مع وزاره الماليه، الاعتمادات الماليه هتبقى بتصرف فوريا للفلاحين عشان اول ما يورد ياخد فلوسه على طول مباشره، وهيبقى دايما في رقابه مشدده على الاسواق عشان نضمن ان ما فيش اي ارتفاع في الاسعار.